بسم الاب والابن الروح القدس الواحد امين. المجد للاب والابن الروح القدس الان وكل اوان والى دهر الدهور امين. بتعيد الكنيسه في هذه الليله المباركه بعيد من الاعياد السيديه الصغرى، هو عيد صنع اول معجزه عملها المسيح بعد بدايه خدمته، وهي معجزه تحويل الماء الى خمر في عرس قانا الجليل. وبتعيد كمان الكنيسة الليلة دي بعيد استشهاد القديسة ديميانا. طبعا القديسة ديميانا كلنا بنحبها لأنها شابة أمينة عاشت حياة الطهارة والقداسة إلى درجة الآلام والعذاب والاستشهاد. إحنا بنتشفع بالقديسة ديميانا في هذه الليلة، وبنتشفع فيها نقول لها اذكري كل الشباب والشابات وكل الناس عشان يعيشوا في حياة الطهارة ويشهدوا للمسيح للنهاية. أما العيد السيدي هو عيد عرس قانا الجليل. المعجزة في إنجيل معلمنا يوحنا أصحاح 2، المعجزة دي معلمنا يوحنا الوحيد اللي كتبها، وخاصة أن يوحنا العذراء مريم قعدت عنده في بيته بعد الصليب مدة كبيرة، فحكيت له على كل حاجة. ففي أمور دقيقة جدا ما بيحكيهاش غير يوحنا في إنجيله. والمعجزة دي معجزة جميلة صحيح وسهلة، لكن مليانة أسرار. يقول وفي اليوم الثالث كان عرس في قانا الجليل. في اليوم الثالث لو مشينا حرفي، اليوم الثالث لما هنا قبل الكلام اللي قبل ده كان لسه المسيح دعي اندراوس وبطرس وفيلبس ونسنائيل وقالوا له وجدنا مسيح، وراحوا الكلام ده كله. بعد كده بثلاث ايام عمل المعجزه دي. لكن كلمه ثلاثه بالنسبه لنا دايما الثالث يعني القيامه، دايما الثالث يعني القيامه. فالثالث ده بالنسبه لنا هو الفرح بقيامه المسيح وغلبه الموت. حتى احنا لما يكون في حالة وفاة بنصلي التالت، برضو التالت يعني القيامة، ونروح ندي العزاء للناس ان في قيامة وان المسيح قام وغلب الموت. في اليوم الثالث، وتلاقي كلمة التالت زي بقى تكرر كتير او في الكتاب المقدس حتى في العهد القديم. لما جه موسى عايز يخرج من ارض مصر هو والشعب وفرعون مصر، قال له نخرج مسيرة ثلاثة ايام. بعد الثلاثة ده هو بعد الايه؟ الخلاص والقيام. وفي اليوم الثالث كان عرس في قانا الجليل. قانا الجليل بلد صغيرة تبعد عن الناصرة بتاع 10-12 كيلو، او اللي عايز يوصل من الناصرة لغاية عرس قانا الجليل يمشي على الاقل على رجليه حوالي ساعتين على الاقل. طبعا المسيح عايش في الناصرة. وفي اليوم الثالث كان عرس في قانا الجليل، وكانت أم يسوع هناك. العذراء كانت هناك في العرس من بدري، من قبل المسيح ما يروح. طبعا معلمنا يوحنا دقيق في الكلام. كانت أم يسوع هناك. يمكن دي عادة طبعا الستات لازم يروحوا بدري وينظموا ويعملوا ويجاملوا. فالعذراء كانت موجودة من بدري مع أهل العرس، وغالبا العرس ده في قرية، ناس فقراء وفي قرية صغيرة. فطبعا طبيعي أن العذراء مريم تجامل الناس الايه الفقراء دول. وكانت أم يسوع هناك، ودعي أيضا، شوف بعدها بقى، ودعي أيضا يسوع وتلاميذه إلى العرس. طبعا هنا المسيح لسه ما اختارش تلاميذه يذكروا، احنا لسه يا دوبك قبل كده على طول كلام قبلين المسيح لسه يا دوبك اختار اربع تلاميذ بس، ويوحنا الحبيب ده كان قبليهم، يبقى هم خمسه
ولسه بقيت التلاميذ، يعني هم دول التلاميذ اللي راحوا مع المسيح العرس ده، وبقيت التلاميذ لسه لم يكتمل ال 12 تلميذ، احنا لسه في بداية خدمة المسيح، في بداية خدمة المسيح. فهم يدوبك خمس تلاميذ، ودعي أيضا يسوع وتلاميذه إلى العرس. ولما فرغت الخمر قالت أم يسوع له: ليس لهم خمر. قال لها يسوع: مالي ولك يا امرأة، لم تأتي ساعتي بعد. قالت أمه للخدام: مهما قال لكم فافعلوا. وكانت ستة أجران من حجارة موضوعة هناك حسب تطهير اليهود، يسع كل واحد مطرين أو ثلاثة. قال لهم يسوع: املأوا الأجران ماء، فملأوها إلى فوق. ثم قال لهم: استقوا وقدموا إلى الرئيس المتكأ. فقدموا، فلما ذاق رئيس المتكأ الماء المتحول خمر لم يكن يعلم من أين هي، ما كانش شايف إن المسيح قال للخدام املأوا الأجران والكلام ده، إيه ده جابوها منين الخمرة دي. دعا رئيس المتكأ العريس وقال له: كل إنسان إنما يضع الخمر الجيدة أولا، وما تسكر حينئذ الدون، دون على الأقل يعني، أما أنت فقد أبقيت الخمر الجيدة إلى الآن. هذه بداية الآيات فعلها يسوع في قانا الكلية. أول حاجة تسعدنا وتفرحنا أن بداية خدمة المسيح في فرح أو في عرس، دي حاجة جميلة، إن إحنا بداية خدمة المسيح وبداية إن المسيح بيبشر بالمسيحية كان بدايتها في عرس قانا الجليل أو في فرح. وفعلا المسيح هو مصدر الفرح لنا. وجميل أيضا أن المسيح والعذراء مريم يروحوا يحضروا الفرح رغم المشوار الطويل، قعدوا ماشيين على رجليهم حوالي ساعتين مشي على رجليهم عشان يحضروا الفرح ويجاملوا الناس دي. والمجاملة لما يكون فيها حتة البذل يبقى لها طعم أحلى. يعني ممكن أنا جامل مجاملات سهلة كده يعني على الماشي وحاجة سهلة ما بتتعبنيش، لكن واحد يمشي 10 كيلو ولا 11 كيلو ويمشي على رجليه ساعتين عشان مخصوص رايحين يجاملوا الناس دولت في الفرح، ديت معنى جميل من المسيح والعذراء مريم إن هم يروح يجامله مع بذل ومع تضحية ومع حب حقيقي. ما هو الناس دلوقتي ساعات تجامل بعض مجاملات وقلبها ايه؟ وقلبها مش صافي، يقول لك فلان ده انا اعمل له ايه ولا انا اروح له ايه، هو ده مش عارف ايه، كلام مش بتاع مسيحيين. لكن انسان المسيحي يقول لك يا سلام، لا لازم مهما تعبت مهما بذلت، لا ده لازم أعمل ولازم أحب وأقدم الحب وأقدم المجاملة للناس. ده الإنسان المسيحي. العذراء والمسيح عملوا كده في العرس. في طبعا دي القرى، والتحية اللي بيقدموها للناس، طبعا القرى دي والبلاد دي فيها زرع العنب كتير قوي والكروم كتير قوي، فالعنب بيجمعوه وبعدين بيعصروه بيخزنوه عندهم. فهو دي التحية اللي بيقدموها في الأفراح في القرى دي، إن هم بيقدموا عصير العنب اللي بقاله مدة طبعا بيتخمر شوية زي الأباركة كده، قدموا المعازيم ناس كتيرة، فالخمر خلصت، ودول ناس فقراء وإحراج قدام الناس. أم مين يتحرك للنجدة بقى، أو مين يتحرك إنه يحس بالناس دي؟ ولما فرغت الخمر قالت أم يسوع: ليس لهم خمر. العذراء مريم هنا الشفيعة المؤتمنة، والعذراء مريم هنا اللي بتحس بينا وتبقى فعلا حساسة لظروفنا. وخاصة هنا العذراء مريم اتشفعت عند المسيح
وقالت له ليس لهم خمر، ما قالش حاجة أكتر من كده. هو ده الطلب بتاعها، أو هي دي الشفاعة بتاعتها، وهي دي الصلاة بتاعتها، مفيش غيرها. بتعرض الحالة على المسيح. ويا ريت احنا برضو نتعلم ان الصلاة بتاعنا ان احنا بنعرض الحالة اللي احنا فيها. بلاش يا احبائي صلواتنا تكون صلوات متكررة محفوظة وخلاص، او مثلا اصلي اقول له واغفر لنا خطايانا واغفر خطايا الناس كلها وكلام، لكن اقول له يا رب انا الخطية الفلانية وقعت فيها بعرض لي الحالة مظبوطة، أنا فعلا زعلتك لما عملت كذا، أرجوك سامحني. الإنسان في صلاته تكون مش مهم تكون طويلة، المهم تكون عميقة. فالعذراء مريم مجرد أنها تصلي تقول له ليس لهم خمر، الظروف صعبة والناس هتبقى أصحاب الفرح دول هيحرجوا ويقدموا للناس ايه، وانت عارفين طبعا المعازيم بيزعلوا قوي يعني لما ايه، لما يقول لك ده قدموا للناس مشربات واحنا لا، وقدموا للناس ملبس واحنا لا، وشغلانه طويله عريضه. الحمد لله بطلنا حكايه الملبس دي من زمان. انا زمان اول ما اترسمت كان لازم يجي يفرقوا الملبس في الكنيسه ويتعاركوا في وسط الاكليل. فهنا إحراج للناس إن في ناس ما قدم لهمش التحية. فالعذراء مريم خلي بالكم إن العذراء مريم من نفسها ما حدش قال لها. وده اللي أنا عايز برضو إن إحنا نتعلم من العذراء. هل أنت عندك روح الخدمة من غير ما حد يطلب منك؟ يعني أنا شايف فلان تعبان أعمل نفسي مش واخد بالي، ولا من غير ما يقول لي هو مكسوف يقول لي ساعدني انا من نفسي حسيت بيه واروح اساعده؟ ساعات بيقابلنا ناس مثلا ظروفهم الماديه صعبه جدا وانا عارفهم، او انت كتير مننا يعرفهم، فلان اللي بيقبض قد كده ومالوش اي مصادر اخرى وعنده عيال مثلا، بس ده يتكسف يطلب وما بيطلبش. لو حد فينا يبقى حاسس الإحساس ده ويروح يجامل الناس بالشكل ده، دي حاجة حلوة جدا. فأنا عايز إن احنا نقدم الخدمة من غير ما يطلب الشخص. ليه؟ لأن أنا حاسس بيهم. فالعذراء مريم حست بيهم وراحت جري عشان تطلب من المسيح. العذراء مريم قالت للمسيح ومشت، فقالت أم يسوع له ليس لهم خمر. فقال لها يسوع مالي ولك يا امرأة لم تأتي ساعتي بعد. قالت أم الخدام مهما قال لكم فافعلوا. طب يعني العذراء المسيح هنا الرد بتاعه هشوفه دلوقتي نفسره دلوقتي، لكن الرد بتاعه ليها يعني رد مرحبش قوي، يعني لا مالي ولك يا امرأة لم تأتي ساعتي بعد. ولكن هي على طول راحت للقدامى قالت لهم اللي اقول لكم عليه يعمل. يبقى انت متاكده يعني، انت متاكده يعني انه هيعمل. هي متاكده من ناحيتين. الناحيه الاولى دلتها عنده ام يسوع، يقول لك وايه، فقالت ام يسوع. وفي نفس القصه هنا كلمه ام يسوع تذكر 3 مرات. أم يسوع دلة. والحاجة التانية خلي بالكم الحتة دي قوي، والحاجة التانية إن هي متأكدة إن عارفة الناس دول غلابة والمسيح مش هيخذلهم. هي متأكدة إن المسيح هيتعاطف مع الناس دي، لأن هو ما بيرفضش الإيه؟ المحتاجين واللي في ظروف صعبة. فكانت متأكدة، مجرد عرضت عليه الأمر ومشيت، مع إنه رد عليها رد يبان إن هو جامد، لكن هو مش جامد ولا حاجة. وهي على طول راحت الخدام قالت لهم اللي اقول لكم عليه اعملوه. المسيح رد عليها قال لها مالي ولك يا امراه لم تاتي ساعتي بعد. كلمه الساعه دي معروفه، كلمه الساعه
أول ما تلاقي كلمة الساعة في الإنجيل يبقى تعرف الإيه النهاية يعني. يعني لما نقول الساعة بيبقى بنقصد أتت الساعة يعني إيه القيامة قامت أو النهاية يعني. وكمان كلمة الساعة هي صلب المسيح وقيامته، ساعة الصليب، ومرتبطين ببعض. يعني إيه مرتبطين ببعض؟ يعني ساعة الصليب هي ساعة الخلاص، ولما يجي المسيح في الساعة الأخيرة وإحنا خدنا الخلاص بقت الحكاية ماشي خلاص، إحنا خدنا نولنا الساعة من دلوقتي، من ساعة ما المسيح اتصلب على الصليب. ولما بيقول لها مالي ولك يا امرأة، كلمة امرأة هنا مش كلمة وحشة زي الأيام دي مثلا، لا ده هنا كلمة امرأة يعني السيدة المحترمة، زي كلمة السيدة يعني. مالي ولك يا امرأة، يبقى المسيح هنا بيكرمها، بيقول لها يا امرأة يعني بيقول لها السيدة المحترمة. لم تأتي ساعتي بعد، يعني ما جاتش لسه يعني وقت الصليب. انت يا عذراء لما بتقولي لي اعمل معجزة يعني هنبتدي، ولما ابتدي فاضل له كام قد ايه المسيح واتصلب قاعد يخدم قد ايه؟ 3 سنين و3 شهور ولا ونص. يبقى دي البداية، قالت له اعمل معجزة يعني هيبتدي الخدمة بقى خلاص. فهبتدي الخدمة، هيبتدي بقى العد التنازلي يوصل للصليب. قال لا انت بتستعجل الساعة يا عذراء، انت ما تعرفش الساعة دي هيحصل لك انت في ايه، انت يجوز في نفسك ايه سيف. لكن مش مهم، المسيح جه فعلا لأجل هذه الساعة وهيتصلب على الصليب ليخلصنا. العذراء مريم بعد الحديث ده مع المسيح راحت جري على الخدام. طب انت تعرفي منين ان المسيح هينفس؟ راحت جري على الخدام وقالت لهم اللي يقول لكم عليه اعملوه، اللي يقول لكم عليه اعملوه. دي العذراء بتوصي مين؟ المعازيم او الخدام اللي بيخدموا في الفرح يعني. خلي بالك ان العذراء مريم ام المسيح. احنا لما يكون عندنا فرح اكليل لازم المسيح يبقى موجود. في عرس قنا الجليل ده بداية سر الزيجة عندنا في الكنيسة، ان اي سر زيجة المسيح حاضر، والتجميع بيحصل مش بين 2 العريس والعروس، ده بين 3، المسيح والعريس والعروس، ده سر الزيجة عندنا. وانتوا عارفين ام العريس وام العروسة بتبقى مهتمية قوي. العذراء مريم هنا ايه؟ يا ام العريس المسيح. لما يكون خلي بالكوا ان دايما الافراح عندنا، وفي الكتاب المقدس حتى في العهد القديم، ان الفرح هو عبارة عن ان الله هو العريس والكنيسة او الشعب هو العروس. ودي من محبة ربنا انه يبقى عروس لنا احنا شعب. حتى يوحنا المعمدان نفسه قال الكلام ده، قال ايه؟ من له العروس فهو العريس. اذا فرحي هذا قد كمل، لاني انا صديق العريس، مش انا العريس، ده المسيح هو العريس، والشعب ده او الكنيسه ديت هي دي العروس. يا احبائي احنا سر الاكليل عندنا امر هام جدا، وسر من الاسرار لا يقل عن المعموديه او سر التناول لا يقل. ويبقى المسيح حاضر، عشان كده ينبغي ان سر الاكليل يكون كل وقار وخشوع في عملية خطيرة وسرية بتحصل، ان يوحد الاثنين دول مع بعض ويصير الاثنين واحدا، ويبقى المسيح تالتهم ويبقى بيتهم
بس يا خسارة، أنا هقول لكم شوية حاجات بعد شوية، بس يا خسارة ليه الأكاليد بتاعتنا بتيجي تعمل مشاكل في البيوت و مع إن السر مقدس. حتى العذراء مريم، يبقى أنا الوقت لما خلي بالكم، أنت لما تروح تحضر فرح، يعني افرض أي حد فينا دعي أن يحضر فرح، بلاش يروح في مخك أنك رايح تحضر مناسبة، أو أنا رايح أجامل الناس دي، لا، ده أنا عروس والمسيح حاضر هو العريس، يبقى الفرح اللي أنا رايحه ده فرح، أنا العروس والمسيح هو العريس. فخلي بالك انك انت جاي تحضر امر يخصك. شوف بقى المعنى فارق قد ايه من حضورنا احنا الاكاليل من المعنى ده. اي انسان، المسيح هو العريس يا جماعه، المسيح هو العريس. طب فين العروس؟ انا وانت وكل الشعب والكنيسه هي عروس المسيح. فان كنت انا لما اروح احضر فرح، انا رايح ده، انا ده فرحي، والمسيح هو العريس وانا العروس. معنى كبير علاوه على السر المقدس اللي بيحصل. هقول الحته اللي جايه دي وارجع تاني لموضوع السر المقدس. ام لما العذراء مريم قالت لهم اللي يقول لكم عليه اعملوا. خلي بالك ده شرط، احنا بناخد النص الاولاني بس، النص الاولاني يا عذراء اشفعي فيا، يا عذراء حلي المشكله الفلانيه، وبعدين النص الثاني بتقول اللي يقول لك عليه المسيح اعمله. ناخد النص الاولاني بس، لكن النص الثاني ولا نعمل حاجه. ده شرط، ان كنت عايز تستفيد من شفاعه العذراء اللي يقول لك عليه المسيح اعمله. إن كنت عايز تستفيد من شفاعة أي قديس ولا قديسات اللي يقول لك عليه المسيح اعمله. المسيح هيقول لك كتير قوي في قلبك بالروح القدس، المسيح هيقول لك كتير قوي في الإنجيل، المسيح هيقول لك كتير قوي في العظات والاجتماعات واللي أنت بتسمعها في الكنيسة. هيقول لك كتير قوي. اسمع كلام المسيح. أم إيه؟ تاخد بركة المعجزة وقوة المعجزة. وقوة الشفاعة. فالعذراء مريم هنا بتوصي، ما العذراء مريم احنا قلنا دي أم العريس، هي العذراء مريم في الفرح ده هي أم العريس ولا أم العروسة؟ أم الاثنين. ما العروسة هم الشعب، والمسيح هو العريس، والعذراء مريم أمنا كلنا، يبقى هي أم العروسة، احنا العروسة، وهي أم المسيح تبقى أم العريس كمان. أم بقى إيه أم العريس بقى دي راح توصي العروسة، تقول لها اللي يقول لك عليه جوزك اسمع كلامه. اللي يقول لك عليه جوزك اسمع كلامه. دي وصية أم الإيه؟ أم العريس وأم العروسة الاثنين، هي العذراء مريم. كل ما يقول لكم إيه؟ افعلوا. أم المسيح عمل المعجزة إزاي بقى؟ كانت هناك ستة أجران من حجارة موضوعة هناك حسب تطهير اليهود، كان عندهم التطهيرات والغسلات والوضوء والحاجات دي عند اليهود، والكرن المية زي زير كده كبير بياخد حوالي 3 صفايح مية كل يوم، جرن من دول 6 أجران، طبعا يوم السبت لا، عشان ايه؟ التطهيرات والغسلات ويغسل الاواني والاسرة ومش عارف ايه، زي ما بتسمعوا من التصادمات اللي كانت مع المسيح في موضوع الايه؟ الغسلات ويغسل ايديهم ويغسلوا ما اعرفش الاسرة والكؤوس والاباريق والكلام من ده. تطهيرات، وبيعتبروا ان ده التطهير، يغسل بالميه يتطهر. وحتى معمودية يوحنا، معمودية يوحنا ايه؟ واحد بيتوب ويغطسه في الميه، ميه عادية. تفرق. هنا المسيح هيدخلنا في العهد الجديد، المسيح هيدخلنا هينقلنا للعهد الجديد. خد المية بتاعة الغسلات والتطهيرات اللي لا بتطهر ولا بتعمل بتاعة العهد القديم دي، والطقوس بتاعة العهد القديم ديت، دي كانت مية للتطهيرات بس، كانت بتطهر الشكل بس،
وجه المسيح محولها إلى خمر، حولها لفرح العهد الجديد. دايما الخمر، الخمر تشير لحاجتين، ساعات تشير للشر وتشير للفرح، النشوة يعني الفرح. فهنا المسيح بينقل البشرية من أحزان العهد القديم إلى فرح العهد الجديد، من المية الباردة إلى حرارة الروح في العهد الجديد. حول المية لإيه؟ إلى خمر. قال خلاص، عهد الشكليات بتاع العهد القديم والتطهيرات اللي بالمية بتاع العهد القديم انتهت. في حاجة تانية بقى جديدة في المسيح شخصيا اللي بيطهر وبيغفر الخطايا. فلما يكون عندك خطية مش هتروح تتوضى، لما يكون عندك خطية مش هتخش تستحمى بالمية، لا عندك خطية تتوب وتاخد الغسيل بدم يسوع الذي يطهر من كل خطية. دم يسوع يطهر من كل خطية، مفيش غفران إلا بكده. وانتهى عصر الغسلات والشكليات بتاعت العهد القديم. المسيح هنا في المعجزة دي عمل نقلة من العهد القديم للعهد الجديد، إن هنا في تغيير أو تحويل، حول الماء إلى خمر، والخمر يشير للفرح، فرح العهد الجديد. والخمر أيضا يشير، هو النهاردة دلوقتي أو في المعجزة دي حول الماء إلى خمر، وجي في خميس العهد حول الخمر إلى إيه؟ إلى دمه. وقال لك هو بس دم يسوع طاهر من كل خطية. طب اتحولت ازاي المية؟ شوفوا ازاي. ملأوا الأجران ماء فملأوها من فوق، ثم قال لهم استقوا. ايه؟ طب انت عملت ايه؟ عمل ايه المسيح؟ الأجران دي مليانة مية، قال لهم روحوا فرقوا. يفرقوا لقوها خمر. هذا هو العمل السري الذي يتم في جميع الأسرار. مية عادية قال لهم اشرب، لا صلى عليها ولا رشمها ولا أي كلمة منه، خلاص. يجي نجيب، يجي جايبين القربان من تحت، ويجي الراجل القربني جاي شايل الطبق في القربان وعمال يجهزه، ويعمل القربان عادي ويحطه هنا، وبعدين تخش القربان على المذبح ونصلي، خذوا كلوا جسدي، خذوا اشربوا دم. هنا المسيح بيعمل عملية ايه؟ تحول. عملية تحول سري ما يتشافش بالعين. ما هو هم شافوا ايه دلوقتي؟ الراجل الرئيس المتكئ مستغرب، انت جبتوا الخمر الجميله دي منين؟ فهنا المسيح بيعمل التحول. ميه المعموديه ميه عاديه جايبينها من الحنفيه، بس بنصلي عليها حل الروح القدس، تتحول الميه الى ماء يدي الولاده الجديده والبنوه. نصلي على العروسين، يبقى واحد من الشرق وواحدة من الغرب، بس يكونوا أمناء. أقول أمناء إزاي دلوقتي؟ يحل عليهم، يحولهم إلى قد صار الاثنين إيه؟ واحدا. قد صار الاثنين واحدا. فهنا المسيح هو سر التحول. حتى التحول في حياتنا العادية، أنا الخاطي واللي محكوم عليه بالموت، المسيح يحولني إلى إنسان يرث الملكوت، ويحولني القديس. وكل ما تيجي تتناول أبونا يرفع كده يقول لك القدسات للقديسين، وناس تخش تتناول، طب كلكم قديسين، القدسات للقديسين، وكلنا نخش نتناول، كلكم قديسين. إزاي؟ بالتوبة وعمل المسيح الذي يستطيع أن يحول الخاطي إلى قديس، ويحول موسى الأسود القاتل والشرير إلى أب رهبان.
وهكذا. هنا يا أحبائي المسيح يقف، هو الوحيد اللي بيدي الغفران، والوحيد اللي بيغير، والوحيد اللي بيدي الحياة الجديدة. فلما أذاق رئيس المتكئ الماء المتحول خمر ولم يكن يعلم من أين هي، لكن الخدام الذين كانوا قد استقوا الماء علموا، دعا رئيس المتكئ العريس وقال له: كل إنسان إنما يصنع الخمر الجيد، يضع الخمر الجيدة أولا، لكن أنتوا جبتوا الخمر الجيدة في الآخر. طبعا خلي بالك العهد القديم ده التعب، ودي الخمر الرديئة، مش رديئة يعني قصده اللي مات، الجديدة في الآخر اللي هو العهد الجديد بتاعنا. فدايما عمل المسيح الحلو هو اللي في الآخر، والرقق على الآخر، حتى لو كان اللي قبل كده قالوا لهم دي الخمر الدون او المش كويسه قدمتوها في الاول، لكن المهم ان احنا جبنا خمر جديده. فمش مهم اللي فات، خلينا في اللي جاي. هرجع اكلم كلمتين صغيرين عن سر الاكليل وبسرعه معلش. احنا قلنا ان سر الاكليل سر مقدس، وينبغي ان العروسين والحاضرين يحضروا بكل وقار وعباده وصلاه وخشوع وترنيم وفرح، بس فرح روحي مش فرح صخب العالم. ام بيتم السر، لكن السر ده نعمة من عند ربنا، لكن ممكن أخد أنا النعمة وما أشغلهاش. يقول لك أخذتم نعمة الله باطلا، يعني بطالة، واخد أنت قوة في سر الزيجة لكن مش مشغلها. تشغلها إزاي؟ ما هو احنا اتفقنا أن سر الزيجة على مثال أن الله هو العريس، أو المسيح هو العريس، والكنيسة أو إحنا العروس. طب المسيح عمل معنا إيه؟ حبنا إزاي؟ مات لأجلنا. وإحنا نحب المسيح إزاي؟ نكرس حياتنا كلها لله. الرجل يحب امرأته، خلي بالكم الكلام في معلمنا بولس أفسس 5، الرجل يحب امرأته كما أحب المسيح الكنيسة وبذل نفسه من أجله. المرأة خاضعة لرجلها كما تخضع الكنيسة للمسيح. هو ده السر. أهو يعني المسيح هو العريس بيحبني ومات عشاني، قال لك الرجل يحب امرأته زي المسيح. الكنيسة هي العروس وبتخضع للمسيح، قال لك المرأة تخضع لرجلها. هذا السر، واللي الناس عايزة تعيش سعيدة في حياتها فيما بعد. للأسف تلاقي المشاكل وتلاقي حاجات عجيبة جدا. ليه؟ مش عايشين السر المقدس. لو الراجل عاش الحب مظبوط وعاش مسيحي حقيقي، نفذ وصايا المسيح يعني، والست عاشت المسيحية المظبوطة يعني تنفذ وصايا المسيح، هيبقى عندهم مشاكل؟ هو المشاكل بتيجي من الراجل بعيد كل البعد عن ربنا. طب ما طبعا هيجيب لنا كل ما في العالم والشياطين ويجي. او الست بعيدة كل البعد عن ربنا، هتجيب لنا كل الشياطين والألفاظ والكلام ده كله. سر الزيجة سر مقدس، ولازم احنا مش عارف نعمل ايه مع الناس اللي ما بتحترمش سر الزيجة. نعمل ايه مع الناس اللي بتيجي الافراح بدون اي احترام ولابسين العري، وبعدين حاجزين معرفش حفلة فين ويروحوا يرقصوا ويقلعوا عريانين ويرقصوا ومش عارف يشربوا ايه يعملوا ايه ده ايه ده ايه ده. هو ده سر مقدس؟ وترجع تقول لي اصل عندنا مشاكل في البيوت،
ما احنا السبب، احنا السبب. معايا ورقة بتاعة المجلس الكليريكي، المجلس الكليريكي عامل إحصائية خلال السنة اللي فاتت، يقول لك في السنة اللي فاتت ديت هنا في اسكندرية يعني اللي فتحوا ملفات 271 طول السنة، يعني اللي فتحوا ملفات في المجلس الكليريكي 271. هنقي شوية أسباب بس كده عشان أعلق عليها بسرعة، ولو ان كان ممكن وان شاء الله مره ناخد بالكامل على الموضوع ده. عارفين اول سبب واكتر سبب فتحوا ملفات ليه؟ بيقول لك الضرب والاهانه. تقول لك الضرب، احنا ما نعرفش الضرب، طب الاهانه؟ لما الراجل يقعد يهين مراته، يهين مراته خلاص تكرهه، ولما الست تقعد تغلط في جوزها، تغلط في جوزها، تغلط في جوزها، خلاص يروح يفتح ملف، يقول لك انا مش طايقه مش عايز اعيش معاه، او هي تقول له انا مش طايقه مش عايز اعيش معاه. ده اكتر عدد فاتح ملفات في الايه، في الليسته اللي انا قدامي دي، بسبب الاهانه. وما هو صحيح، ازاي يبقى الاثنين واحد وهينوا بعض؟ وازاي يبقى بيت مقدس وهينوا بعض؟ وازاي الراجل يهين مراته قدام عياله؟ وازاي الست تهين جوزها قدام عيالها؟ ازاي؟ طبعا النتائج هتبقى سيئة على طول، هيجي العراك وهيجي الشتائم وهيجي الكره والغضب، ومش طايقين بعض ويبعدوا عن بعض، والشغلانة طويلة عريضة. ده من ضمن الحاجات اللي بعدها على طول وعدد كبير زيها، رفض العلاقة الزوجية. تخيلوا، خلي بالك ان الزواج من ضمن أركانه العلاقة الزوجية، من ضمن أركان الزواج. لو ما تمتش ديت تبقى في ركن يقدروا ياخدوا ايه، حل بالبطلان من المجلس. فأصبح ان الراجل عليه مسؤولية والست عليها مسؤولية. يجي واحد ولا واحدة يمتنع منعا باتا، ولا عايز يسأل في الطرف الثاني، والطرف الثاني يفرض انه تعبان. طب وبقى هنا الزيجة مش مكتملة، لأن الزيجة احنا قلنا المسيح موجود، يعني الرئيس والعروس والمسيح موجود. ولما بيخلفه مين اللي جاب الطفل ده؟ ربنا، ما هو موجود معه حتى في علاقته، موجود معه. امال مين بيجيب الإنجاب ده؟ ما هو ربنا. فأمور حساسة. أنا جايب زي ما بقول لكم ده تقرير من المجلس الكليريكي. برضو زي ما بقول، أنا هعلق بسرعة عشان بمناسبة عرس قنا الجليل، لكن بنعمة ربنا هناخد الحاجات دي، هناخدها إن شاء الله بالتفصيل. يقول لك إيه، مشاكل بسبب عدم تطبيق مفهوم الخضوع. يعني إيه؟ يجي الراجل يقول لك ما بتخضع ليش، والرجل رأس المرأة ولازم يكون خضع ومش خضع، والتانية تشتكي تقول لك ما أخضع له ليه، ما بيحبنيش ولا سائل فيه أخضع له ليه، مع أن بولس الرسول قال لك الرجل يحب امرأته والمرأة تخضع للرجل. ده عليه حاجة وده عليه حاجة. يعني ما ينفعش أن أنا الراجل ما يحبش المرأة ويطالبها بالخضوع، وما ينفعش هي ما تخضعش والطلب بيحبها. ازاي يعني؟ هو عليه الحب وهي عليها الخضوع، يا سلام، يعيشوا اسعد ناس، يعيشوا اسعد ناس. فهنا المشكله دي جايه منين؟ دي نمره 3 في العدد على فكره. اول عدد كبير في الملفات اللي هو الضرب والاهانه، بعدين رفض العلاقه، بعدين الايه، الخضوع، ان هو يعني مش بيحترموا بعض، مش بيخضعوا لبعض، مش بيحبوا بعض، مش فاهمين يعني ايه حب في الزيجه، مش فاهمين يعني ايه خضوع. هو خضوع يعني معناها سيطره الراجل؟ لا طبعا. لكن في ست تلاقيها لطيفه وديعه، تكرم جوزها وتسمع كلامه، اما هو يزداد حب، يبقى كده عايز يقلع عينيه ويديها لها.
لكن لما الآن بجحها وبترد عليه ده ما يطيقش عيشته، مش ما يطيقهاش بس. المفهوم مش موجود في البيت. في برضو للأسف الشديد في رقم هنا على طول بعدين، وهو الإدمان، إن ممكن حد يبقى مدمن. عشان كده برضو لازم يكون الفحص يكون كويس، ونقعد نوصي الناس ادرسوا كويس، ادرسوا في فترة الخطوبة واعرفوا مش عارف ايه. والناس ساعات تقولك يلا زي بعضه، وبعد الجواز يقعد يعيطوا ويشتكوا. لازم برضو نتأكد من سلوك الطرفين. او الخيانة، الخيانة اليومين دول كتيرة ليه؟ بسبب الميديا والفيسبوك يجي الراجل من دولت متجوز ست زي الفل محترمة، وبعدين عمال يلعب في الموبايل ويقلب. لقى زميلته كانت زمان في الكلية معاه من سنين يعني. انت كنا زمايل، فاكره وفاكر وفاكره وفاكر وفاكره وفاكر، ويتراسلوا مع بعض من ورا مراته شويه، طب اشوفك، طب اقابلك، طب كذا، طب كذا، ويصل للخيانه. والست بتعمل كده برضه، ده يمكن في الست اكتر، لان زميلها بتاع زمان ده هو اللي بيضحك عليها. طبعا احنا اول ما يبقى في زنا لازم انفصال الزيجه، لازم، لان قد صار الاثنين واحدا. لو حد غريب دخل هياخد كده، ده كده يجيبه كده، او ياخد ده يجيبه كده، يبقى فصلها. عشان كده المسيح قال لك مفيش طلاق الا عيلة الزنا، لان الزنا بيعمل انفصال، ياخد واحد الطرفين وبعيده. هقول الحاجات التانية بسرعة مش هعلق، عشان اخليها لوقت تاني ان شاء الله. في كمان بعض مشاكل المالية طبعا برضو ديت لها تأثير. في السفر بره لما يكون الزوج غايب مدة كبيرة برضو دي بتعمل مشاكل كتيرة، أو في البيوت. الشك، والشك ده ساعات بيبقى زي المرض، يعكنن على البيت، شكوك شكوك سواء من الراجل أو من الست. تقصير الزوجة في مسؤولياتها، تلاقي زوجة لا لها دعوة تنظف بيت ولا تطبخ ولا تاخد بالها من العيال ولا حاجة إلا الله. يقول لها جوزها، يقول لك طب أنا متجوزك ليه يعني؟ تقول له أنت متجوزني خدامة. يا ست مش خدامة، أنت سيدة البيت، بس عليكي مسؤوليات، عليكي مسؤولية. ما هو أصل ساعات في بنات يتجوزوا فاكرين الجواز هو الفستان بتاع العروسة والحفلة وخلاص، يخشوا البيت مش عايزين يعملوا حاجة، والراجل يتفاجئ، ايه ده انا متجوز، ايه ده انا مش فاهم. في كمان الشذوذ الجنسي برضو، دي زي الفحص بتاع الادمان برضو، لازم يكون في فحص كويس، والناس تتاكد كويس، بدل ما يبقى نتجوز ونعمل هيصه ومولد على الفاضي. في حته كمان برضو أنا أتكلم عنها بعد كده، إدمان الإباحيات، ودي برضو كتيرة الأيام دي يعني. ده في المجلس الكليريكي، إدمان تلاقي يقعد أي طرف من الطرفين يقعد يتفرج على المعرفش إيه، وبعدين يجيب أفلام إيه، والفيلم ده يجيب له إيه، وده يجيبه إيه، وده يجيب إيه. تبص له يبقى مدمن، خد له ركن كده ويقعد يتفرج على الحاجات دي، يبعد عن مراته ويقعد يتفرج على الحاجات دي، أو هي تبعد عن جوزها تتفرج على الحاجات دي، فصلوا بعض. فإدمان الإباحيات ده من أخطر ما يكون، ده بيبتدي بقى يزيد الأيام دي، بسبب برضو إن الأفلام الإباحية بقت إيه؟ بقت سهلة جدا على اليوتيوب وما أعرفش إيه وإيه وإيه، ويعني الواحد حزين من اللي بيشوفه وبيسمعه. يا ريت ربنا يدينا. طيب خلينا نرجع بقى للمعجزة الجميلة، أن المسيح حضر العرس لكي ما يقدس العرس، والعرس بتاعنا اتحاد قوي، اتحاد قوي ما بين العروسين
والمسيح عشان يبقى سر الزيجة سر مقدس لإلهنا المجد الدائم الأبد آمين.